جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء الذي يتولى فيه مجموعة من المشايخ الإجابة أو الإفتاء عن أسئلتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج الاتصال بنا على الأرقام 021-33-47-401 أو الرقم 021-33-47-402 أو الرقم 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا أن تتابعونا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أبدأ الإجابة السؤال على الآيباد. قال: أنا عالجت عند معالج بواسطة الأعشاب ودودة العلق، واتفقنا أن نسدد له مالا مقابل العلاج، لكن كان فيه شرط وهو أنه يتم الشفاء، ولكن لم يتم الشفاء كما قال لي، وهو يريد المال، فما الحكم في هذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، من شروط الإجارة أن يكون العوضان معلومين. العوضان هنا المقابل 1000 دينار، 500 دينار، 100 دينار، 3 دينار، المهم ماذا ستعطيه في مقابل العمل، وأن يكون العمل معلوما. العمل بيصلح لك سيارة، بيبني لك سور، بطبيب بيعالجك، مهندس بيرسم لك خريطة، لابد أن يكون العمل معلوما، لابد أن يكون كما قلنا العوضان معلومين. ولذلك في حالة الطبيب قال الفقهاء يمتنع أن يكون أن تكون الأجرة على الشفاء وليس على العلاج، لأن هذا وقت العقد ليس معلوما. قد يأخذ الطبيب بالأسباب ويعالج علاجا صحيحا، ولكن الباري عز وجل لا يريد لهذا الشخص الشفاء، فلا نقول للطبيب أنت لا تستحق شيئا، لأن خلاصة العلم الذي درسه وقرأه أعطاه لك ووصف لك الدواء المناسب وكل ما يعلم أعطاه لك، فلظرف معين أراده الله عز وجل لم يحدث الشفاء، فهو يستحق الأجرة على العمل اللي هو استدعاء المعلومات القديمة لديه بشأن هذا المرض المعين وإعطاء الدواء المناسب، هذا ما يستحق عليه العلاج. حصل شفاء بعد ذلك أو لم يحصل لا تعلق له بموضوع الإجارة. فعلى هذا الأمر يكون الشرط هذا مخالفا لمقتضى الإجارة، وبالتالي أو مخالف لمعنى العقد، فنبطل الشرط هذا ونصحح العقد. فنقول لأنتم الآن بكم تعالج مثل هذا الشخص بدون اشتراط مسألة الشفاء؟ يقول نعالج فيه بمية، واني قدمت له العمل وقدمت له الدودة كما ورد في السؤال، قدمت له دودة العلق وفعلت الأشياء المعينة التي كانت تشفي مثله من المرضى، ولكن الله تعالى لم يسخر، فقلنا قال ب100 دينار يعطيه 100 دينار وينتهي العقد. فما اشتراط الشفاء في العلاج هذا شرط
زائد وشرط لا يلتفت إليه ولا يعتد به. زي لما تقول والله ابني للسور لكن كان جاي الريح ما يطيحش، وين ندري بيجي اعصار ولا شن بيصير بعد ذلك ولا يصير زلزال. أنا مهمتي هو بناء هذا السور، كل طوبة أو كل بلوكة بعشرة دينار ولا بدينار ولا بقرش ولا اللي هو، ما يحدث بعد ذلك هذا ليس من صميم عملي كأجير أبن السور أو أصف الدواء المناسب أو أعطي دود العلق للشفاء كما في هذه الحالة. فبتعطيه ماله تاما، ومسألة الشفاء هذه من عند الله ولا دخل للطبيب فيها. أيضا عندنا سؤال ثاني يسأل، قال عندي زكاة مال وليس عندي سيولة، كيف أتصرف فيها؟ هذا تكلمنا عليه أكثر من مرة، قلنا الشخص إذا كان عنده سيولة زائدة عن الحاجة، قل مثلا هو الشهر يصرف في 1000 دينار، هو عنده 7000 8000 دينار زايدات وما عنداش علاج آخر وما عنداش شيء، هذا لا بأس أن نقول له أعطي 1000 نقدا أو اللي احنا نقوله له كاش، أعطي 1000 نقدا وتبقى لك 6000 تستطيع أن تعيش بها 6 أشهر حتى ييسر الله لك سيولة غيرها. أما إذا كان ما عنداش إلا 1000 جنيه اللي بيعيش بها في ذلك الشهر وما عنداش غيرها، نقول له لا تعطي سيولة، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويمكنك أن تعطي صكا بشرطين، الشرط الأول أن تجد تعطي الصك، هو هذا الشرط الأول أن ما عندكش حاجة زايدة. الشرط الثاني أن تجد فقيرا يستفيد منها، الآن الفقراء كثر يستفيدون من الصك، منهم من يسدد دينا، منهم من يشتري بالصك أيضا يشتري به السلع الأساسية أو غير الأساسية، فأصبح الفقراء يستفيدون منهم. فلو لم تجد فقيرا يستفيد منه، اللي تقول له والله فقير نعطيك 1000، يقول لك أنا من بيسحب لي حتى أنا ما عندي السيولة وعندي إشكالية، يمكنك أن تعطيه لصندوق الزكاة في أقرب فرع عندك تستفسر عليهم، وبإذن الله هم في غالبهم أو كلهم أهل ثقة، تعطيهم 1000 دينار هذا وهم يتصرفون فيه، عندهم بعض المعارف أحيانا يسيلون هذه المبالغ وأحيانا يجعلونها في بعض المحلات المهمة، ويقولون له إذا جاءك الفقراء فأعطهم ما يحتاجون من السلع والأشياء الأساسية. فهم يخبرون الفقير يقولوا لا والله إحنا الآن عندنا شيك ونقدروا بالشيك هذا نبعتوك لمكان معين وتشتري، لأن الزكاة لا يجوز إعطاؤها سلعا. تعرف أنت فقير مستحق لثلاجة أو غسالة أو غاز أو مستحق لقطع غيار سيارة، وأنت عندك 1000 دينار هادو زكاة. الفقهاء قالوا لا يجوز إعطاؤه الثلاجة ولا الغسالة ولا كذا، وإنما تعطيه 1000 دينار وهو يتصرف. فإن كانت الغسالة أهم ما ينقصه يشتري بها غسالة، وإذا كان الدواء أهم ما ينقصه يشتري بها دواء، وإذا كان الأكل أهم ما ينقصه يشتري بها أكلا وهكذا. لكن أحيانا الفقير ما عندناش كيف نعطوه المبلغ هذا، فنقول له والله إحنا عندنا مبالغ من المال وعندنا وكلاء نستطيع أن نحضر لك بها أكلا أو غسالة أو شيء من هذا القبيل. فلو قال لهم لا بأس أحضروها أنتم، الآن يكون من قبيل التوكيل وليس من قبيل إعطاء الزكاة سلعا، وهذا جائز بإذن الله تعالى. معنا اتصال الأخ سليم من مصراتة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا عبد الناصر، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك سيد سليم. على كل ما قدمت وتقدم المعلومات نافعة مفيدة. الله يبارك فيك. يا رب. أولا اسمح لي يا شيخ عبد المحسن من هذه الأمة الإسلامية بالوزن السنة الهجرية الجديدة 1442. وكذلك أنا من هذه كل أحرار الهجرية بالوزن مرور 9 سنوات على تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الجزافي، وكل عام والجميع بخير. إن شاء الله يا رب. إجاباتنا قصيرة يا شيخ عبد المحسن لو سمحتي. تفضل. الله يسلمك. الله عز وجل نبدأ بالسؤال الأول. جلسة الاستراحة في الصلاة يا شيخ عبد المحسن، هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ يعني جلسة خفيفة. إيه مشروعة أو غير مشروعة؟
تمام. بارك الله فيك. السؤال الثاني، كاس الفضة اللي هي 595 جرام وضربها في سعر السوق لنحصل على الناس، هل هذا صحيح يا شيخ عبد المحسن ولا لا؟ الفضة خير. الفضة خير ها؟ كاس الفضة اللي هي 595 جرام نصابها لا يا شيخ عبد المحسن. 595 تصل على نصابها ولا؟ أنا متأكد هو تصل على نصاب الفضة. لا يا شيخ عبد المحسن. به به. السؤال الثالث. ايه. عدد الطبيبات والممرضات في المستشفيات الحكومية والعيادات الخارجية قسم الرجال وبدلاتهم وتقديم الأدوية والإسعاف لهم. هل عمل يعني جائز في هذا القسم اللي هو قسم الرجال جائز شرعا أم لا؟ عمل المرأة في قسم الرجال. الطبيبات والممرضات يا شيخ. الممرضات المرضى الرجال. الممرضة التي تداوي رجالا. نعم يا شيخ عبد الله. باه باه. السؤال الرابع والأخير، ما الفرق بين الإنسان الموسوس والإنسان المسحور؟ وعلاج كل منهم يا شيخ عبد المحسن. باي تسمع الإجابة بإذن الله. وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علي من بنغازي. السلام عليكم. بخير يا شيخ عبد المحسن. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا رساله يا شيخ، عندنا الامام في الركعه الاولى. شنو هو؟ الامام. الامام. الامام؟ ايوه الامام. ايه. في الصلاه في الركعه الاولى بدل ما يقوم للركعه الثانيه جلس. جلس للتشهد. ايوه بدل ما يقوم للركعه الثانيه جلس للتشهد. ايه. والمأمومين طبوا بالركعة الثانية. باه. وقالوا له سبحان الله. وصعد الإمام قام، هل هو صحيح الإجابة ولا فيه ولا؟ تسمع الإجابة بإذن الله. الإمام جلس بعد الركعة الأولى وسبح لها المأمومون. بدل ما يصلي الركعة الأولى جلس. جلس. بدل بينود للركعة الثانية قعد جالس والمأمومين أيوة. قاموا و سبحوا له أيوة. فقام هو للركعة الثانية. ايوه. باه باه. عندك سؤال ثاني؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تسمع الإجابة يا أخ علي بإذن الله. الأخت عايشة من العجلات. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. معلش بالله عندي سؤال مثلك. تفضلي. الله يبارك فيك. عندي بنتي انا طالعه تو المده الاخيره هجره غير شرعيه. وحلفت اني ما نكلمهاش ولا تشوف صورتي ولا صوت ولا صوره، وانا تو قلبي حلها ونبي نكلمها ونبي نشوفك يعني شنو الحل. الله يعطيك كفاره على عندي الحاجه يعني. انت حلفتي ما تكلميهاش. حلفت نكلمها ولا تشوف صوتي تسمع صوتي ولا تشوف صورتي، لكن تو حنيت لها الحق واستحشتها ونبي نكلم. باهي باهي. تسمع الاجابه. أبقى معنا شوية وبإذن الله نجاوبك، مالك نصبك أنت لأن المسألة مهمة. ماشي بارك الله فيك. باهي بإذن الله بإذن الله. الأخ محمد من الجبل. أخ محمد السلام عليكم. الأخت عائشة من العجلات قالت بنتي هاجرت هجرة غير شرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني للأسف كانت ليبيا هي مقر للهجرة، على الأقل الكثير من الذين يهاجرون خاصة من أفريقيا أحيانا تعجبه أو يعجبه الأمر في ليبيا ويبقى في ليبيا ويستغني حتى عن الذهاب لأوروبا وكذا. الآن بالعكس مجموعة أسباب ليس هذا وقتها جعلت الليبيين هم الذين يطالبوا، وهذا مش جديد لكن موجود. يعني كثير من الليبيين الآن يخرجون هجرة غير شرعية. فالأخت هذه عايشة مش عارف نستقبل شوية. أخت عايشة نستقبل اتصال وإن نجاوب بإذن الله لأن تحتاج شوية تفصيل. بنت ليبيا السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ نبي نسأل. تفضلي. سؤال. تفضلي. أنا حجيت السنة اللي فاتت يعني الموسم اللي فات. إيه. وكنت حاجة قبل 5 سنوات. باه. اسمع فيا يا شيخ. نسمع فيك. إيه. أنا كتبت تعهد على أساس إنني نعطي
القيمة اللي مطلوبة اللي هي 750 دينار. بعدين لما جاء القرار في آخر لحظة، ما تقول قبل ما نمشوا بيوم واحد فقط، خليت أنا شيك على أساس يبوا ياخذوه ويدفعوه للأوقاف وما سخرش ربي أنا على أساس إن هم يرفعوه. هي غير شوية شوية أخت ليبيا معلش، هل هو في قرار إن اللي بيحج قبل خمس سنوات يعطي 750 جنيه ليبي؟ والله هيك هم عطونا إقرار على أساس اللي حاج قبل خمس سنوات يعبي هذا الإقرار ويقول على أساس يدفع المنحة اللي هي مكتوبة، يعني قداش مكتوب بالقيمة. باي تمام. أنا على أساس أني نعم هي نسمع فيك. كتبت هذا التعهد على أساس إنه إذا كان فيه أي قيمة نبي ندفعها، المهم طلع اسمي في مع الحاجين ومشينا للحج. ولكن كان جاي القرار تكلموني قبل اليوم قبل ما نمشي للحج، ما تقول بيوم واحد، ويكون شني قبل الساعة 12 تقريبا، الساعة 12 بالضبط ما كلمتني المصرف، قالوا لي ما عادش تقدري يعني تلحقيش اليوم مش إنه كنت تجي ديري الشيك. مشيت أنا للحج الحمد لله، وبعد ما روحت بعدها قعدت على أساس إني نشوف من يرفع لي الشيك، ما قعدت ما بطيت يعني إني الحق كل واحد نقول له شني، يقولوا لي لا أنت راهي تقريبا هي بعد فترة بسيطة الغوا هذه القيمة، قالوا من السعودية أنهم ملغوا ما عادش فيه هذه القيمة، أنه ما عادش يدفعوها حتى على المعتمرين. خلاص ما عادش دفعتها، لكن توا قاعدة في بالي على أساس أني نقول لازم نبي ندفعها للأوقاف، والله خلاص يعني دام هي منعوها ما عادش ناخذها. ألغي القرار هو؟ ألغي القراري. أنت ما مشيتيش للأوقاف سلتيهم؟ لا ما مشيتش. اللي من قال لي معلش يا شيخ في لي واحد لقيتني واحد من المندوبين في الحج قال حتى أنا ماشي قبل ودفعتها قبل ما نجي، لأنه طبعا هو ما زال عنده وقت. يعني ما مشيت أول فوج. بقى تسمع الإجابة. إيه. إن شاء الله. فتوى قاعدة بصراحة اللوم في نفسي إني هل ندفعها للأوقاف والله نعطيها لحد، والله المهم نبي نطلعها من نفسي يعني مش عارفة أنا. تسمع الإجابة يعني. تسمع تفصيل المسألة بالكامل وانت اختاري الوضع اللي عندك بإذن الله. بهي ان شاء الله ان شاء الله. وشوية ونبدأ نستقبل شوية اتصالات ونبدأ يا أخت بنت ليبيا. الأخ عبد الباسط من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ربي يبارك فيك يعطيك الصحة على البرنامج الطيب والمفيد. الله يبارك فيك. الشيخ أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. سؤالي الأول، أنا عندي مبلغ 5000 دولار، هل يجوز أن نطلع عليه زكاة؟ والقيمة يعني لو توضح لي البرنامج هذا. ما عندكش إلا 5000 بس و هاي المرتب طبعا عندي مرتب ينزل لهم الشهور تتعثر مرات شهرين مرات شهر ونص وهذا وهذا قداش ليهم يا اخ عبد الباسط؟ والله تقريبا حدود يعني تختلطت علي الامور بحدود سنه وشويه يعني ما عادش نتذكر بالتاريخ لاني للاسف ما سجلتش يعني من برا اللي قاعد عندي. باي تسمع الاجابه. باي والسؤال الثاني. السؤال الثاني عندي قطعه طرد يا شيخ وطبعا ما عنديش من ندخل لها يعني كان جزيره في البحر الا من جهه واحده وجهه هذيك ارض وقف يملكها شخص ثاني واخذها شخص ثاني، هل يجوز اني نتحرك عليها وندير فيها اجراءات قانونيه وقضاء وقضائيه او نوكل امري لله وخلاص يعني تضيع الارض؟ باهي تسمع الاجابه لكن كيف بتبيعها انت؟ ما فيهاش طريق مش حياخذها منك. ما عنديش ما خلاها الا من جهه واحده اللي هي في ارض وقف واخذها شخص ماجرها من الاوقاف. طبعا انسانيا وكذا ما فيش، كل ما حاولنا بالحلول الانسانيه ما فيش فايده، يعني قالت الارض هيك حرام لا انباعت ولا تعمرت ولا انبنت ولا شيء. اخ عبد الباسط سالت الراجل هذا اللي عند الارض قلت له خليني نمر من ارض الوقف وافق ولا ما وافقش؟ لا ما فيش فايده. لا 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 ما رضاش يعني. ما رضاش لان هي فتره كان مأجرها وبعدين ضمها للحوش واصبحت يعني مبنيه حتى ممكن بها جزء بني يعني صعب انه ما زال يعطيها هو اصلا. يعني صارت مثلا الاربع متر اللي تبيه من ارضك صار فيهم بني يعني. اقترحنا حتى حلول ممكن ناخذوا الارض هذه نعوضها للاوقاف بالضعف الداخل، ممكن نعطوهم بجهه ما وصلناش لحل يعني. يعني رايك انت شيخ شنو ممكن ندفع جواب قانون وكل امر لله وننساها خلاص. باي تسمع الاجابه باذن الله، تسمع الاجابه. شكرا شيخ الله يفتح عليك يعطيك الصحه. شكرا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الأخت هالة من طرابلس. أخت هالة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع فيك يا أختي.
أنا يا شيخ عندي استفسار. تفضلي. عندي زوجي صارت بيني وبينها مشكلة من مدة فاتت يعني. وزي ما تقول حلف لي يمين على شيء معين. إيه. وأنا ما نعرف يعني هل يمين هو يمين الطلاق صح ولا؟ هو قال عليه اليمين و. قال علي اليمين إنك أنت بمعنى معشة تحطي لي اللحمة في الطنجرة. مثلاً به به. إيه. فأنا تو حوالي الموضوع هذا من قبل رمضان. ومن رمضان لليوم هو يحط في الحم في الطنجرة. به. فأنا نبي يعني شنو ال. شنو الفتوى متاحة إنني نبي نحي اليمين هو تو قال نبي. باي تسمع الإجابة لكن أنت افتكيتي على العموم هذا ما هو اللي حط في الطنجرة افتكيتي باي تسمع الإجابة بإذن الله ما يهونش علي باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى تسمع الإجابة بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالأخت عائشة من العجلات تصل عن البنت اللي طالعة هجرة غير شرعية قالت والله حلفت أن لا عاد تشوف صورتها ولا تكلمها أنت يا أخت عائشة حقيقة أنت أخطأتي في هذا العمل حتى وإن كانت بنتك مشت لكن هل هي مشت من الفرح يعني مستريحة هني ومشت هجرة غير شرعية أكيد الظروف الصعبة هي التي أجبرتها فأنت زدتيها هكذا هما على هم وغما على غم فالآن كفري عن يمينك هذا الكفارة إطعام مد لعشرة مساكين وبإذن الله بعد ذلك تستطيعين أن تكلميها كفري عن يمينك هذا قبل وبعدين كلميها هذا على مذاهب أخرى لأن احنا ممكن يقول اليمين هذه تتكرر بكل فعل فأنت كفري على أصل اليمين إما 5 دينار لكل مسكين 10 مساكين 50 دينار ولازم ما تبحتي على 10 مش أقل من 10 أو تعطينا مدة لكل مسكين وهذا أفضل والمد تقريبا 600 جرام شعير أو أرز أو كسكسي أو سميد أو دقيق شعير أو دقيق عادي تقسميه وتوزنيهم في 10 شكاير مثلا كل واحدة 600 جرام وتعطينها لعشرة مساكين ثم يحل لك بعد ذلك أن تكلمها وزي ما قلت لك ما تعطليش في الموضوع هذا ما تزيديش الهم والأسى على بنتك لأن الظروف غالبا الظروف هي التي أجبرتها على ذلك فأنت زدتيها هكذا رهقا فوق رهق فكفري عن يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايتين فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وفي رواية أخرى فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فأنت خذي بالرواية اللي قلت لولا كفر عن يمينك وليأتي الذي هو خير بعد ذلك يحل لك أن تكلميها بإذن الله تعالى الأخ سليم من مصراتة يسأل عن جلسة الاستراحة مشروعة أو غير مشروعة هي غير مشروعة عندنا إلا لمن لا يستطيع القيام مباشرة وردت أحاديث وائل بن حجر وغيره أن يقوم مباشرة وأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بتكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة بدل أن يقوم مباشرة من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من السجدة الثانية إلى الركعة الرابعة هكذا المذهبنا المالكية يقوم مباشرة بدون جلسة بعض المذاهب قال لا والله يجلس أولا زي وضعية التشهد لمدة 30 ثانية أو 15 ثانية المهم جلسة بسيطة هكذا حتى تستقر الأعضاء ثم يقوم عند المالكية لا تسن لمن يستطيع القيام مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بداية أمره وتسن للشخص الذي لا يستطيع القيام مباشرة وهكذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني بدنت يعني معاش عنده القدرة على القيام مباشرة فكان يستريح قليلا بعد السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية أو للركعة الرابعة عند غيرنا هي سنة مطلقا ما لاحظش فيها إن عند البدانة ولا ما عندهاش يستطيع ولا ما يستطيعش لا هي سنة مطلقا ولكن الأظهر هو مذهبنا أنه للشخص الذي يستطيع القيام مباشرة لا تسن في حقه وهي غير مشروعة والشخص الذي لا يستطيع القيام مباشرة تسن في حقه وينال عليها الأجر
أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. نور الهداية زار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري. فعزمت للرحمن أمري، وعلى عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي. لولا الهداية ما ارتوي. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الأخ سليم عن نصاب الفضة. احنا عندنا نصاب الذهب 20 مثقال أو 20 دينارا ذهبيا، والدينار الذهبي 4 جرام وربع، ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 3 جرامات إلا أقل قليلا. فالحسبة اللي قالها إن لم تكن 100% فهي قريبة جدا، اللي هي 595 جرام من الفضة يساوي نصابا، لكن لابد أن تكون فضة خالصة. الآن كل المعاملات في ليبيا 95% تتم بالذهب، وبالتالي حتى نصاب النقود هذا يقدر بالذهب ولا يقدر بالفضة، لأن لو قدرناه بالفضة راهو النصاب ممكن يطلع 2000 جنيه ولا أقل، حتى من 2000 جنيه. بعدين حتى الفقير اللي توا يحق له أنه ياخذ الزكاة لما نحسبوها بالذهب، اللي هو تطلع تقريبا من 18 ل 20 ألف دينار، لو حسبناها بالفضة ممكن تطلع 2000 جنيه بس، كل من عنده 2000 وبقيت عنده حولا كاملا يزكي عنها، وهذا صعب يعني في بلادنا صعب. وبالتالي الأغلب في التعامل هو بالذهب، وبالتالي الناس كلها تلجأ إلى الذهب في التخزين، في الكنز، في الزينة، في غالبها تكون بالذهب وليس بالفضة. فإذا كانت الفضة تخلط بشيء معين، نقول كل 3 جرام يخلطوا فيهم بجرام مثلا، فهني لما تبي تحسب نصاب الفضة باش تزكي عليها لابد أن يكون عندك أكثر من 595 جرام. وإذا كانت الفضة خالصة لا تخلط بشيء آخر مثل الذهب، لأن الذهب يخلط بالنحاس ويخلط بغيرها من المعادن كي يصير صلبا، لأن احنا لو أخذنا الذهب عيار 24 وشكلناه هذا حيفسد، أول ما تضغط عليه يتعوج ويتكسر، لأن الذهب 24 جرام لين. فمضطرين أن هم باش يديروا حلق ولا يديروها خناق ولا خاتم ولا اللي هو، لابد أن يضيفوا إليه جزءا من النحاس وغيره. فاحنا اللي بنحسبه 85 جرام من الذهب الخالص و595 جرام من الفضة الخالصة، فإذا خلطناهم بشيء نحو المخلوط هذا، ثم ننظر هل عندنا هذا المقدار من الجرامات أو لا.
يعني لنفرض ان 600 جرام مثلا على 600 جرام من الفضه هذا نصاب، لكن لو جاء صاحب الفضه وقال والله فيهم 600 جرام فيهم 70 جرام اي معدن ثاني رصاص ولا اي معدن ثاني، اذا في الحقيقه انا عندي 600 جرام ولكن مش كلهم فضه، في الحقيقه عندي 530 فضه، بس اذا قلنا في 70 جرام في مجموع 600 جرام، فنقول والله ال 530 هذو ليسوا نصابا. ولذلك في الذهب لما بتزكي على عيار 18 راه مقدار النصاب 117 جرام و7 من 10 جرام، لان هذو لما تذوبهم ال 117 عيار 18 لما تذوبهم يطلعوا 85 جرام ذهب صافي، وعيار ال 21 باش توجب فيه الزكاة لابد أن يكون عندك 97 جرام و7 من 10 جرام، لأن هذو لما تذوبهم يطلعوا لك 85 جرام من الذهب الخالص. فشخص اللي عنده مثلا 85 جرام من عيار 21 لا تجب عليه الزكاة، أو عنده 25 عنده 85 جرام من الذهب، لا مش كله مذهب، فيهم 6 أو 7 جرام نحاس، واللي عنده 100 عنده عيار 18 مثلا عنده 100 جرام أكثر من 85، لكن في الحقيقة ال 100 جرام لما نصهروهم باش نطلعوا الذهب الخالص ما يطلعوش 85، يا دوب يطلعوا 80 جرام بس، وبالتالي يجب التنبه لهذه المسألة، مش كل واحد عنده 85 جرام ذهب من أي عيار نقولوا له وجبت عليك الزكاة، ولا أي واحد عنده 595 جرام من الفضة نقول وجبت عليك الزكاة إلا إذا كانت فضة خالصة أو ذهبا خالصا. يسأل عن الممرضة التي تداوي الرجال. الأصل أن من يداوي الرجال هم الرجال، ومن يداوي النساء هم النساء، هذا الأصل. وهيك لو كان عندنا بلاد تحكم بالإسلام المفروض هيك نديره، المفروض يعني قداش عندنا، احنا عندنا 10,000 ممرض وعندنا 10,000 ممرضة، بقى خلاص العشر آلاف ممرض هذا ما يخشوش إلا في عنابر الرجال، والعشر آلاف ممرضة ما يخشوش إلا في عنابر النساء وتنتهي الإشكالية. لا والله ما قدرناش، لأن احنا عندنا 20,000 ممرضة وخمس آلاف ممرض بس، فالممرضين الذكور ما يكفوش عنابر الرجال بالكامل، لابد ما يكون عندنا عنصر نسائي، أو بالعكس عندنا 20,000 ممرض وخمس آلاف ممرضة نساء، فالنساء ما يكفوش العنصر النسائي، لابد ما ندخلوا معاهم الرجال. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا شك أنه جائز، إذا تمحضت الضرورة فعلا لا شك أنه جائز، لأن احنا عندنا ستر العورة هذا من الكماليات، وحماية النفس هذا من الضروريات، وإذا تعارض ضروري مع تكميلي فالضروري هو الأولى، يعني نقولوا لا والله ما تخليش امرأة تشوفك ولا تشوف عورتك لين تموت، ولا عادي تشوف الممرضة العورة ولا تعالجك مقابل حماية النفس، لا الآن حماية النفس أولى من كشف العورة مثلا، أو أولى من الاختلاط، أو أولى من هذه الأمور الكمالية، فنقول لا بأس بذلك إذا كان فعلا نحن محتاجون لهذا الأمر، أما كان مش محتاجين الأصل أن يكون محرما إلا كما قلنا لضرورة ملحة وضرورة ملجئة وضرورة فعلية، مش ضرورة غركي وخلاص وبس. ما الفرق قال بين الموسوس والمسحور؟ المسحور تسلط عليه الشيطان عن طريق سحر بعمل شخص آخر، أما الموسوس هذا تسلط عليه الشيطان بنفسه لإرباكه في عباداته أو لجعله يترك العبادة، والفرق بينهما أن السحر أشد خطرا على الإنسان من الوسوسة، وإن كان لأن السحر ليس مختصا بالعبادات فقط، الوسوسة الآن ما تلقاش واحد مثلا يوسوس له على ماء بارد ولا كذا، واللي يوسوس له في حب زوجته ولا في عدم حب زوجته مثلا، ولا يوسوس له في مخالطة أبنائه ولا عدم المخالطة، لأن هذه أمور من العادات في غالبها، والشيطان لا يتسلط عليه بالوسوسة غالبا، لكن السحر يجعل الإنسان
المحب لزوجته يطلقها، مع أن هذا أمر عادي وليس عبادة، يجعل الإنسان مثلا لا يستطيع النوم، يجعل الإنسان لا يستطيع الجماع، يجعل الإنسان يكره أبنائه. فالسحر هذا فيه ثلاثة أطراف: الساحر والشيطان والعياذ بالله والشخص المسحور. أما الوسوسة فهي بين طرفين، بين الشيطان وبين الموسوس عليه أو الموسوس له. طبعا علاجهما، علاج الوسوسة سهل، سهل في الظاهر ولكنه يحتاج إلى قوة في القلب. علاج الوسوسة الوحيد هو الإعراض عنها. يجي يقول لك والله يا شيطان أنت صليت ثلاثة ركعات مش أربعة، باش يبيك تزيد أربعة، وبعد ما تصلي أربعة يقول لك لا صليت ثلاثة بس، فيخليك ديما تعاود الصلاة. أو يقول لك والله انتقد وضوءك وأنت لم ينتقد وضوءك، كي ترجع للوضوء مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. المسألة ما هذا في أجر، يعني لما يوسوس الشيطان ويقول لي والله انتقد وضوءك، لما نعاود وضوئي مرة ثانية في أجر، ولما نعاود مرة ثالثة ورابعة وخامسة في أجر، فعلاش تقولوا والله يبتعدوا عن الوسواس؟ لا، نص الفقهاء أن الذي يتبع الوسواس في الحقيقة هو يطيع الشيطان ولا يطيع الرحمن. فأنت لما يخليك في كل صلاة تتوضأ ستة سبع مرات، تمشي يوم يومين ثلاثة شهر شهرين وبعدين تقلق، ممكن تسيب الوضوء بكل وتسيب حتى الصلاة. فأنت أفضل علاج للوسوسة هو الإعراض عنها. يقولك والله انتقد وضوءك، قل له ما انتقدش وصلي حتى ولو انتقد وضوءك، ما دام المتسلط عليك الوسوسة وليس متأكد 100%. قالك والله ما درتش التشهد، احسب روحك درت التشهد وما تعدلش عليه، لأن هكذا عندما يرى إعراضك عنه يتركك. أما لما يقولك والله تركت التشهد تعاوده، وتركت الفاتحة تعاوده، وتركت كذا، فيتسلط عليك إلى أن يربكك، إلى أن يربكك في الصلاة، وبعد ما يتهنى على الصلاة يمشي وسوس عليك في الصيام، وهكذا في كل شيء إلى أن يجعلك تترك كل العبادات. فعلاج الوسوسة سهل وهي الإعراض عنها. كان إعراضته فعلا أني اتضح أني انتقد وضوئي وأنا موسوس، لا، الباري عز وجل قال لك هذا علاجك. فحتى يوم القيامة عندك باش تحاجج تقول أني والله لم أعد الوضوء، لأن الشرع قال لي والله لا تعده لأن الشيطان متسلط عليك بالوسوسة، فأني لم أعده بناء على قول الشرع، فتكون بإذن الله يوم القيامة ناجيا وصافيا. أما المسحور هذا لابد من شخص يعالج هذا السحر، سواء أنت ولا شخص متخصص في هذا الأمر، ليفك عنك هذا السحر وترجع إلى طبيعتك. والسحر أشد، والساحر السحر كفر وعلاج وحده القتل. بالتالي السحر تحتاج إلى شخص آخر يعالج بالقرآن ويخرج هذا الجن الذي تلبسك لكي ترجع إلى طبيعتك العادية. الأخت هالة من طرابلس، بالك الوقت يضيق علينا ولا حاجة، تسأل: قالت زوجها حلف لها ألا تضع لحما في الإناء اللي احنا نقوله للطنجرة، ثم أراد أن يرجع عن ذلك. هذه مشكلة الطلاق، إن يمين ليس فيه حل إلا وقوع الطلاق. طيب الآن لما الأخت عايشة قالت والله بنتي ما جاية صورتها في صورتي وكذا، نقول لها سهل، كفر بخمسين جنيه ولا بإطعام ستة كيلو لعشرة مساكين وتنتهي المشكلة. لكن مشكلة الطلاق إن اللي يحلف به ليس له من حل إلا وقوع الطلاق أو عدم وقوعه. يعني هذا الزوج الذي حلف على هذا الأمر ما عندهاش إلا حل، يا زوجته تبقى على هذا الوضع هو اللي يحط لها اللحم في الإناء ولا ما تحطش بكل باش كي تبقى زوجته، أو تحط له لحمة في الإناء ويقع الطلاق. والمشكلة أن هذا طلاق مكرر، يعني إذا جاء اللفظ هكذا كلما وضعت لحما في الطنجرة فأنت طالق، يعني لما بتحط اللحمة الأولى تتطلق الأولى، ولما تحط الثانية الثانية، ولما تحط الثالثة الثالثة، وهذه إشكالية كبيرة. إلا إذا نوى مرة واحدة بس، هذاك شيء آخر. الآن عندنا حل بسيط
قد يكون حل بسيط، قد يكون اللي هو البساط. البساط هو السبب الذي حمله على الحلف. علاش قال لي مرته عليه الطلاق ولا عليه اليمين ما عاد حاطة فيها لحم؟ علاش؟ إذا كان فيه سبب معين ثم زال هذا السبب بعد ذلك لا يقع الطلاق، وهذا اللي يقول فيه يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فعرف. يعني لماذا أحلف؟ لأن ذاك اليوم مثلا طيبة مخر مثلا، قالها والله ماك حاطة فيها لحمة باش يتغدى بكري مثلا. إذا كان هذا السبب فلو وضعت لحما وهي مبكرة بالبدء في الغداء فلا يقع الطلاق. هذا معنى يجري البساط في جميع الحلف، يعني يفيد البساط هذا مثل النية أو مثل الاستثناء. زي لما تقولها أنت طالق مثلا أو هي طالق إن وضعت لحما بعد الساعة 12، هذا مثل شخص جاي قالها أنت طالق إن وضعت لحما في الطنجرة بعد الساعة 12، فلو وضعته الساعة 11 ولا الساعة 10 هذا لا يقع الطلاق لأن استثناء. فالبساط هذا مثل هذه اللفظة اللي قلناها. هذا الأمر ما ينفعش تسأل فيه الزوجة، لابد أن يسأل الزوج هو اللي يسأل، وهذه مشكلة كبيرة. جميع الأزواج أو غالب الأزواج يحلفوا هم ويقولوا لنسوين هم أنتم أسألوا، وهذا ما ينفعش. لأنني لما بنسألك شنو نيتك ولا شن بساطك ولا كذا أنت اللي تعرفها، الزوجة ما تعرفهاش. ولا يقولها أنت طالق طالق طالق، تسأل زوجته لا أنا بنسألك أنت شن تقصد بطالق طالق طالق، تقصد الاستثناء تقصد الاستئناف ولا تقصد التأكيد ولا شنو تقصد بالضبط. فالزوج يديرها وبعدين يخلي الزوجة هي اللي تسأل وهي التي تقع في الواجهة. لا، الآن عندك رقم دار الإفتاء المجاني 14-13 تسأل أنت لعل يجدون لك حلا عن طريق البساط فقط. فلو لقوا ما عندكش بساط وانت حلفتك وخلاص لا حل لك يا أخت هالة إلا أنك ما تحطيش اللحم في الطنجرة، لو حطيت اللحم يقع الطلاق. وهذا لهذا السبب يسموه يمين الفساق، لأن لا يمكن الرجوع عنه إلا بحدوث الطلاق وحدوث قلاقل في العائلات المسلمة. وبالتالي ينبغي على الشخص أن يتعود على عدم الحلف بهذا الأمر. وأنت في الحقيقة راهو جاتك سهلة، كثير من الناس يجي يحلف له بالطلاق يقولها ما عاد ماشي الحوش عيالك. بقداش ما عادش تمشي الحوش عيالها؟ سنة اثنين ثلاثة، أمها بتموت، بوها بيموت، أبوها بيمرض، أمها بتمرض. فأحيانا الحلف يكون مشكل جدا، وأحيانا يكون نص نص زي الأخت هالة اللي قالها ما تحطيش اللحم. تقدر لما هو مش فاضي تجيب حد يحط اللحم مثلا، ولا كان نيت أن هو يحطه بس كان ما جاش حط هو اللحم يحط شخص ثاني وتنتهي الإشكالية. فمسألتكم ما هيش بتلك الصعوبة. علي بن منغازي يسأل عن عندنا اتصال الأخت فاطمة من سبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أخت فاطمة. قلت لك يا شيخ أنا بنت لك ضد السلام، وعندي أنا راجلي حامل بولدي يمكن طلقه. أخت فاطمة يبدو أن التغطية عندك ضعيفة شوية. أيوه أيوه نسمع فيك، تفضلي توي. قلت لك راجلي أنا مسك حامل بولدي في بطني قال لي انت مطلقه. شن قال لك؟ قال لي مطلقه. والله يا اخت فاطمه عكس. ايوه انت حامل؟ قال شنو انت حامل؟ ايه قال لي راه انت مطلقه. طلقك وانت في الحمل يعني؟ ايوه ايه خلاص قال لي ما عاد جاني بكره عاد يا اخت أيوة. فاطمه معلش سامحيني، وانت حامل طلقك زوجك قال لك انت مطلقه؟ ايوه ايه. وبعدين شو صار؟ جابني في بيت الماليه وما عاد دورني دكتور. باي تسمع الاجابه. ايه وما عاد. يا اخت فاطمه، اخت فاطمه هل زوجك الان ايوه
هل زوجك يبي يرجعك لعصمته مره ثانيه ولا معاش يبي يرجعك؟ لا لا طلب يرجع وبيرجعني، لكن بس حتى غير قالوا لي من مره اولها. والله يا اخت فاطمه الصوت بعد تسمعي باذن الله تسمعي الاجابه نفصل فيها الاجابه باش لان الصوت عندي مش واضح، حاول تسمعي الاجابه نسبقك بها انت الاول. هي الطلاق في الحمل يقع عندنا ويقع عند غالب المذاهب الطلاق في الحمل ان لم يكن اجماع لهذا الامر ما نعرفش، فالطلاق في الحمل يقع. الآن إذا كانت أول طلقة وطلقة رجعية يستطيع أن يرجعك إلى عصمته إذا أراد قبل أن تخرجي من العدة بوضع الحمل. لو كانت أول طلقة أو ثاني طلقة وهي طلقة رجعية يستطيع أن يرجعك إلى عصمته ما دمت في الحمل، فإذا خرجت بوضع الحمل بعد ذلك تحتاجون إلى عقد جديد. إذا كان هذه المرة الثالثة فلا يجوز له أن يرجعك مرة أخرى لأنك قد بنت منه بينونة كبرى. فهذه المسألة اللي كنا نقول فيها أن الزوج يطلق ومعاش يسأل، تقعد المرأة تسأل، لا لابد أن يسأل الزوج باش نعرف هو يبي يرجع ولا ما يبيش يرجع، ناوي واحدة ولا اثنين، طلق من قبل ولا ما طلقش، كلها أمور لابد أن نعلمها من الزوج. الأخ علي من مغازي، الإمام هذا الذي جلس للتشهد بعد الركعة الأولى وقام المأمومون وسبحوا له وقام، هذا تصرف صحيح. تبقى عندنا حاجة واحدة بس، أنه يلزمه سجود بعدي بعد انتهاء الصلاة إذا لم يكن معه نقص في السنة من سنن الصلوات الأخرى، فالعمل صحيح ويلزمه سجود بعدي، وحتى لو ما درتوش تقدروا تديروه فيما يستقبل من الوقت. الأخت لأن البعدي لا حد له، حتى بعد سنة ولا اثنين تقدروا تسجدوه عادي. الأخت بنت ليبيا، الآن المسلمون على شروطهم، فإذا شرطت عليك الدولة لو حججت قبل 5 سنوات تدفعي مبلغ مهما كان 750 ولا غيره، فأنت تمشي للجهة المختصة إذا كان وزارة الأوقاف ولا هيئة الحج ولا ما نعرفش الجهة التي تطالبك بهذا المبلغ تمشي لهم قول لهم هذا المبلغ، قالوا لك لا والله احنا الغناء القرار ومعاش ناخذه كويس، ارجعي بفلوسك وفلوسك ليك ولا اثم عليك في ابقائها معك. لو قالوا لا والله احنا قاعدين ناخذه، ما اقول لهم ها تفضلوا 750 ولا المبلغ اللي طالبينه لاني حججت ولم ادفع من قبل، وهذه من تمام توبتي ودفعت ما علي على الشرط الذي اشترطتموه علي واني وفيت به ويزول عنك الاثم باذن الله تعالى. لكن لو الدوله سامحاتك خلاص تستطيعي أن تبقيه عندك ولا حرج عليك، وتبي تزيدي خير وبركة تصدقي به يكتب لك صدقة خارجية ولك الأجر بإذن الله تعالى. الأخ عبد الباسط مبلغ 5000 دولار، هذه فيها الزكاة لأن 5000 في 6 ب30000 والنصاب احنا عندنا 20000، إذا لو بقيت سنة فأكثر لابد من إخراجها يا أخ عبد الباسط بأسرع وقت، لأن الزكاة مثل الصلاة في الوقت، فأنت زي لما تأخر الظهر عن وقتها نقول لك يجب عليك أن تصليها في أسرع وقت، كذلك الزكاة لما تأخر عن وقتها نقول لك تزكي في أسرع وقت. كيف نحسبها؟ الأفضل أنك تدفع 125 دولار للفقير لأن الأربع آلاف فيهم 100 دولار والألف فيهم 25، فأعطي للفقير 125 دولار هو يدبر. باك أنا ما عنديش دولارات نحسبهم على السوق الموازي ولا زي ما خديتهم باش تبي تبيع، ولا شك أنك في واحد ليبي يبي يمشي بيع دولارة بجنيه و30 وفي السوق يبيعوا فيه بستة وربع ولا كذا، إذا تحسب على السوق الموازي وهو ما تملكه فعليا، لأن حتى لو مشى واحد دارها راه نقولوا له أنت مش طبيعي ممكن حتى يحجروا عليك لو بيبيع بجنيه و30، وبالتالي ما تملكه حقيقة الخمس آلاف في الستة ولا الستة وربع ولا ما نعرفش قداش توا، فهذا ما تزكي به. آخر سؤال في أقل من دقيقة بإذن الله تعالى، قطعة الأرض هذا امشي للأوقاف وارفع أمرك للقضاء، فلو وجدوا لك حل شرعي
بأي طريقة من الطرق يجوز لك أن تأخذه، لأن في عدم وجود الحل الشرعي هنا ضياع للمال اللي هو أرضك، حتى بتدلل بيها في السوق معاش يشريها منك حد، وهذا ضياع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فلك أن تمشي للجهات المختصة يجعلوا لك أي حل قانوني، إذا أمكنت حتى المناقلة يمكنك أن تناقل لو أجازت لك الأوقاف ذلك. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصورا.